عسلامتكم الناس الكل، ان شاء الله رمضانكم مبروك مره اخرى، وكل ما نراهمش حتى ليله العيد نقول لهم عيدكم مبروك، ان شاء الله كان رمضانكم مبروك. ان شاء الله رمضان مبروك على التونسيه الكل وين ما انتم تفرجوا فينا. حتى للاربع باش تكونوا في لمه تونسيه معنا، لمه زمنيه، عوايدنا، مكلتنا، صنعتنا، صنعت جدود، سلمية باش تضرب في الاستوديو، باش نزهيو، باش نطربو، باش نضحكو، باش نسمعوا شوية على السمن. وانا بجنبي بيجي من هنا عنده طوم بعد نبربشو في السمن ويقول لنا السمن متاعنا باهي ولا لا. عياطة ونشوف باهي. يا سيدي مرحبا. مرحبا يا لله. رمضانك مبروك. كل عام وانت حية بخير والمشاهدين حيين بخير. أيه. وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة وربي يجلي علينا الغمة بجاه سيد الأمة. اليوم راضي عليا كينو. أوكي نقرت لها، نقرت لها شيء. أحبها تدخل بكشبرة شيء. يا لطيف يا لطيف وخيتك هكذا يا لطيف يا ولدي، هذيك أنا نعرفها يا أخي. مش قلت لي البارح سامحني قدام سيدي الشيخ؟ أي سامحني. تعرف إيش عملت البارحة؟ دبوست البوزة ما لقيتهاش. جيت نطل تعرفهم صناعي هذوما. انا نعمل هكا خويا فؤاد لا حشيك شفت ماو سعد جود بحيسن مرحبا بيه. هو شربها راه. والفرقه العزيزه الغاليه الكل اللي معاك نورتونا بوجودكم، ربي يخليك وبارك الله فيكم اللي جيتوا بحذينا نورتونا برشا. نحب سيمونير بشير زيد نرحب بيه. مرحبا بيك سيمونير. عندنا السمن والعسل اليوم، شكون كيفنا؟ تكامل. ليه وشكون كيفنا؟ ماشي كيفنا حد اليوم ترى. اللي عنده السمن والعسل يقول لنا ترى. مرحبا بيك سي منير. ومن بعد باش نحكيو على العسل الزمني اللي كانوا يداويو به، كيفاش كانوا الناس بكري يجمعوه، كيفاش كانوا يرعوا النحل، يندرى بكري كان فما هذي هاو عسل كالاتوس وحده، هاو الزعتر وحده، هاو البرتقال وحده كيما توا ولا لا. وبربي سيمونير باش ندلل عليك، كان عندك لاستوس نتاع العسل الحر. اي كيفاش نعرفها حر؟ اي ما تحرمناش منها اليوم. هاو جات معي آلة وباهي، وغير الآلة فماشي حاجات زمنية قعدوا لنا. المخبر العلم توا العلم. اي توا العلم وناس بكري. ناس بكري ما مش كانوا عندهم هكا العوايد نتاع يتلم يتلمش في السكر ليه ما نعرفش انا. مش 100%. اي ما يصيرش. المخبر يعطيك كل شيء. ما يصيرش، ما احنا خاطر في الدار ما نجموش نهزوا للمخبر. وكي يجي نشري من عند الراجل ما نجمش نقول له بربي دقيقه نهزوا للمخبر ونجي. أي. اما النجم كي تعطيني انت ديزاستوس هكا صغار. أي. نطلع بهم العسل الحر من المش حر. نقرب شويه للعسل الحر ما يصيرش. باهي نرجعوا لهم من بعد شويه. ايش قولكم خويا فؤاد وخويا وليد؟ أي. نمشيو نعملوا فصيل. اي مش صحيحه خليه يسخن. اي نعملوا فصيل مع سي عبد الجواد والفرقه الكل الحلوه ونرجعوا ان شاء الله للبلاتو بتاعنا. صلى عليك ربي ربي صلى ذكروا الإله دبي دبي
كان جاي سيدي رحم يلا يلا وين كان جاي سيدي رحم يلا يلا وين عظمو بزيارتنا صلي وسلم وبارك عليك يا سيد. برتش برتش خوت السجو ماشي جاي برد جنونك يا سيدي. ملي جات الكورونا لا عملنا سلاميه ولا عملنا عيساويه ولا قادريه ولا تيجانيه ولا هم يحضروا. مش الجمعه اللي فاتت بحذانا يا سي عبد الجواد؟ مش الجمعه اللي فاتت بحذانا تشبيك يا يحب يعملها في الدار يعملها في الدار يا سيدي شيخ. اليوم جبت لي النوبه النوبه. اسمعني تو بردت اي فضلي مشكله ذي. روضه طلعت تشنشنت البارح. اي روضه اي روضه مرت الفراقي ليه بلا شكوني روضه القرفي سكريبت معانا. اش قالت؟ قالت اعطوني المليون نعطيكم الاجابه. انت عاد مش تعرفي بن عمار سامحني وينو بالسيده روضه بن بالسيدة وينو؟ بالسيدة قالك المليون عند وليد اليوم. تو وليد يعطيها المليون. الزازار ولا مش الزازار؟ الزازار الزازار ولا مش الزازار؟ الزازار تو نقول لك. طلعت هي ولا ما طلعتش هي؟ لا تو نشوفوا تشنشينت اليوم. روضة قالت لك ما نخرج من الاستوديو كان بالمليون نتاعي. وعلاش برا انت نبيل بالسيدة تصرفوا لها في المليون تو. يا لريم مشيتي تشكي بيه. الزازار علاش؟ علاش؟ والله بالحق ما فهمتش انا. علاش الزازار؟ اي يا سيدي. اي قال لك على بيع ذهب اي ما يبيع كان المليح اي يبيع المكسر اكثر من الصحيح. توا انت كي تشري علوش ما قبلش تشريه كيما نقولوا احنا ب 400 ولا ب 500 دينار على حساب توا اي اي وكي تبيعوا بالكيلو مكسر اي مش هو اكثر يا ما انت ضيعتنا كي قلت الذهب. يا اخي ما هو ذهب. اي ما مش ذهب ما دام الحم ولا ب 30 دينار وزوالي مش وخالط عليه. ايوه واللي بدا ذهب يا لله. اسمعني بتشنشينت اليوم بالله سهله. هيا نعطيكم تشنشينه سهله. عربي بوهديها وبحذايا نسلم عليه برشا. اي اي الباج نتاعنا نتاع الفيسبوك بالشقيقه والرقيقه عنده زاد هذاك راهو يطلع في التشنشينات يطلع. يعطيه تراه نشوفوا يقدها اليوم ولا لا ما كانش يخرج من عنده هو بالاجابه. اي يا سي عربي اي يعطيني تراه. قال لك على طيرنا الطيار. على طيرنا الطيار وجوانحه بالغليظه باهي انزل على صف البنات هز منهم المريضه. تقوليش اشنو هو لطف يا ربي؟ شنو هو لطف يا ربي؟ مش كورونا مش مش الموت يا بنتي. الموت ما فيها شي لطف. اللطف حشاكم العمى والكسر. اما الموت ما فيها شي لطف. باهي هذاك نهايه البشر. باهي معناها هذه غلطه تو اجابتي غلطه. اجابتك غلطه. عاود لي ترامل. على طيرنا الطيار. على طيرنا الطيار وجوانحه بالغليظه. وجوانحه بالغليظه اي اي انزل على صف البنات اي هز منهم المريضه بري اي. الباج نتاعنا على الفيسبوك لمتنا التونسيه كالعاده. المليون عندها يزينا عدم المليون تو. شنو هو روضه وبعد روضه شكون اخر تو؟ يا روضه خذ من عندها المليون يا روضه. اسمعني نطلعوا مع بعضنا على الباج نتاعنا لمتنا التونسيه. المهم نخرجوا باجابه وما نخليوش الاجابه عند وليد رقد عليها اليوم. نخرجوه وهو عنده الاجابه اليوم. تبارك الله التوانسه ذكي. اي ما شاء الله عليهم والله ما شاء الله عليهم. نسلم عليهم الكل وعلى الناس اللي قاعده تتواصل معنا على الباج نتاعنا على الفيسبوك. لمتنا التونسيه. الناس يقولوا في كلام برشا مزيان وهذا يهز لنا المورال ويخلينا كل من حصه لحصه ندخلوا بنفس جديد. راهو بكم انتم قاعدين ندخلوا بنفس جديد. ربي يفضلهم. خويا فؤاد لله البارح حكينا على الجوامع وحكينا على جمع الحلق الحلق أيوة. وقلت لي عندي برشا حكايات على جوامع خاطر تونس تونس معناها تبارك الله سي على جوامع معنا ما احلاش منه. احنا قلنا خاطر حكينا على جمع الحلق اللي هو في رباط باب جديد. قلنا المره هذه نمشيو وقلت نمشيو انت لرباط باب سويقه. قعدت شي الحكايه ناقصه. قعدوا شي العباد يطلبوا فيها على الفيسبوك. ويني ايش بكم ما حكيتوش على رباط باب سويقه؟ احنا اليوم نحكيو على رباط باب سويقه. وعلى شنو اخر احنا قلنا باش نحكيو اليوم؟ على جمع سبحان الله. باهي اي كيف باش نحكيو على جمع سبحان الله أي. اما انت ايش حبيت تعملها؟
اش نعمل لك قبل الحصه سمعتك سمعته بجاه ربي سمعته في قال لي اش بتروحي في باليش اش قلت واش عملت ما قلتليش والله لما ياخذ عليك ذره وليده اي هاي باش ياخذ عليك ذره اي احنا عندنا مازال عندنا شيء هذا ما عادش عندنا الحمد لله هكا ولا الذراير ودرجوات وبرشا حاجات برشا حاجات باش تحكي لنا عليهم انت خويا فريد انا نتمنى الهرب على الذراير يا لطيف يا لطيف انا نتمنى تحكي لي حكايتهم على خاطر ناس بكري كانوا يعيشوا نحكيوا على كيفيه شغل الذراير كيفاش كانوا ناس بكري زاد في الذراير تصور انت رمضان ودار فيها الذراير تصور انت يا سعد ويا هنا ايوا بالحق قال لك يا سعد ويا هنا بالحق نتصور كنت مشاكل بالعكس انا لا بالعكس لا 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 كنت مشاكل حلوه اها شنو هو اربع ذراير ومشاكل حلوه اي كانت مشاكل حلوه على خاطر بكري كان كانت الناس سيدي فؤاد المراه ترضى مش كيما توا الميكرو قبل كانت المراه ترضى انها تاخذ مثلا راجل ماخذ زوز ولا تفنسي اي توا ما عادش الحمد لله اي الحمد لله عاد توا خذيتوا حريتكم اي يا رب وليتوا تحكموا في الراجل حسبكم راجل يا لطيف يا بالعكس احنا الراجل التونسي معزز مكرم على روسنا من فوق اي وانتم ما تسيروا ولا تنحي شاشيه على وليا اي لو كانت تبدا بهريه بنيتي ايوه هو يقول القائل علاش سموها ذره اي على خاطر الذره ما يحبها حد سيدي خوي اي ما يحبها اما الذره هي تقول انت حاجه تضر اها الكلام الصحيح الذرايه اها الكلام الصحيح اي فهمني والذره شنو ما تر حاجه اللي تضر لكن في الشرع والقران اي 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 انت شفت اي اي ترى ربي وانت ربي ياخذ عليك اثني هاي ويوليو لك زوز حماوات يا لطيف واحده تجبد من اليمين والاخرى تجبد من اليسار اسمعني سيدي توبيه كل يوم يدعي بيا هكا يزي سمع النبي يزي خلنا نحكي يا وليد يستر خذ الهمراء ذي تواكا ربي يهديك ربي قلت لي ما هي كانت ذرة ذر معنى اي ذرة اي معنى ما كانش الجو مزيان هي مشتقة من حاجة ذر اي لكن ذر المرأة مش ذر الراجل هكا ولا خليه يحكي تخليه يحكي لنا على الذراير كيفاش كانوا قبل احكي لي على الذراير وجو الذراير وفي دار عربي وكيفاش كانوا يعيشوا يقول القايل الذرة كي باش ياخذوا في ابني ولا امراه اخرى شكونهم الناس هذوما اللي ياخذوا؟ اي كانوا يعطيك الصح موجود في الحاضره وموجود حتى في الريف باهي هاني مش نقول لك حكايه لله هو يعرفها بكري تمثيل كلام اللي عنده الفلاحه وعنده هنشير كان جات صابه ياخذ ثانيه من القانون هذا الحكم لا بالحق كان جات صابه كيما نقولوا العام صابه ياخذ مره ثانيه وكي تجيه العام اللي من بعده على مراد الله شيعمل عجروده شيعمل اذا كان جاته عجروده ياخذ ثالثه يزيع اما شوف بالحق بالحق راي هي مربوطه بال انا حكيت لك فيما يخص الريف يعني فيما يخص تقول انت اللي عندهم الهناشر واللي عندهم كانوا ما زاد سيدي خويا يقولوا اي يقولوا نواسي واعتب والبعض من ذريه ساعات نصيت المراه تكون باهيه اي او كي دخلها يدخل معها الخير اي هذاك علاش هذيك كفوها هذيك كفوها معناها خويا فؤاد وبدل العتب تلبس الذهب يزي يا ولدي الشريب قيم علينا للقيامه الشريب ليه شفتوا تو بربي اليوم نسيت تونس الكل نحبكم على الفيسبوك نسيت تونس تفرحوا لي بي ليه يا نسيت تونس ها وش يحب لكم يا نسيت تونس لا يا نسيت تونس انا نحبكم تتسطروا اي باش يبدل الحمد لله ما جاش في مجلس النواب ولا ما جاش الحمد لله جا بحذانا هنا في الدار ونحكموا فيها احنا الحمد لله على بكري على بكري يا بنت هو بكري راو فما كانت فما معناتها المراه توصل تمشي تخطب رجلها اباي اي نعم تخطب رجلها على كيفها بكري معناتها تو العوامل تحكيوا لي عليهم هذوما انا هما عليه هو عندك قبل قبل الاستقلال بتبان وقت اللي جاء الاستقلال ما وجدت عندها مجال الاحوال الشخصيه الاحوال الشخصيه نحات الحكايه هذه أيه. اما بكري كانت كما قلت لك المراه تمشي تخطب رجلها وقت اللي رجلها يحب على الذره الثانيه تمشي تخطب رجلها وكعلى عينها مش تبدا هي تختار له هي الاول حتى هي تخطب سكتينا مشي سكتينا رهدينا مشي رهدينا فهمني وتلقى معناتها ينجم ياخذ الثانيه والثالثه والرابعه وتلقاهم يسكنوا فرد دار كل وحده وبيتها
ايه كل واحدة الطيب قدام بيتها زادة مش كوجينا ما تلمهمش. ايه الكانون قدام البيت ويبدأوا فهمني. وهو الراجل كان مدلل وكان زادة مدللهم. شبيه هو توش مدلل الراجل؟ لا مدلل أكثر مدلل ذي المرات قري المرات هز للمكتب المرات روح من المكتب المرات طيب المرات نظف أكثر من هكا المرات تخدم وتجيب له فلوس أكثر من هكا الراجل تبو مدلل تقول له والله 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 عندي صغار يا ما شايح لك ريقك. لا ما عناش نسي تونس نسي ونص ما يعملوش الشيء ذي يهديكم ربي فرحوا لي بيه على الفيسبوك. احنا نحكيوا على كل حال في فيما مضى في جدودنا. اي نحكيوا على قبل الاستعمار احنا وقت جدودنا تقول انت قبل الاستقلال في الاعوام في اعوام 1910 و1920 و1930 كانت مدوله كان الراجل عنده الحق باش ياخذ فمني ولا حتى الاربعه ويعيشوا كل فرد دار خويا يعيشوا فرد دار بربي والله يعيشوا فرد دار وكل وحده وبيتها. اي وخصوصا كيف يكون الراجل كيف يكون الراجل معناتها ما يسور الحال ما يسور الحال لاباس عليه عنده الحق معناتها كانت شائعه في المجتمع نتاعو سيدي خويا واللي تعمل هكا ولا هكا شي يعملوا لها النافعه ودرج وقت. لا هو شوف ندخلوا حديث في حديث ندخلوا حديث في حديث تو ما عادش نقبلوه المخ ما عادش يقبلوا اصل كان بكري كيف الراجل ما عادش يتفاهم هو وشريكة حياته. اي يخرج في الصباح اي يمشي كما نقولوا للعدول اي يكتب الطلقه تاع نتاعو ما بينه وبين زوجته أي. فهمني ويبعثها مع الحمال مع الحمال مع الحمال مع الحمال باشها استناني يدق الباب الحمال يمد لها يقول لها فهمني كما نقولوا راوسي فلانها وبعث لك ورقه نتاع طلقتك اي يحب كيف يرجع ما يلقاكش في الدار. لا 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 ولي نستنى فيك انا نحكي وحنا الجانب هذا أي. والجانب هذا اي وسامحني كي معناتها هو علاش مع الحمال أي. محقرانيه يا لطيف باش يهزل هاد باشها مسكينه المراه كيفاش كانت شبي تحسوا كاينو متشمت ولا كيفاش مانيش فاهم اش مات اللي هبطت عليك اليوم والديريف عملت لي فتنه تعسيه مع سيدي خويا تاو مع الجمهور والديريف حرام عليك والله تعم فيها روحك تو هذاك اللي احنا نحكيو على بكري الحمد لله يا ربي تو ما عادش الشيء هذا ما عادش حتى المخ ما عادش يقبلوا حتى رجالنا ما عادش تقبلوا الحقيقه هذه كي كانت المراه ما تخرجش وكانت الشوارع كلها مليانه يعني بالرجال مش بنساء تو تبارك الله الله لا تقطع لنا خيال ان شاء الله الله خيالكم موجود يا بنتي انتوا ما لبستوش شيء اكثر من هكا ما فماش نعملوا اللي نحبوا نحنا صح احنا في بلاد الحريه دبر علينا شنو نعملوا هاي برا العسل ويزي مذراي عندك شي نحله تسيبها له اي موجود نش كيفاش ورحمه بابا اغزل اغزل وده قام لك راه انا باش نروح ايش بيك تخاف من النحله عملها نروح ارجع لبلاستك اغزر كان نحل اغزر ما شبه جايب لي قبار يغلي عليه هكا والله قرصه من رقبتك قرصه تقعد تحليله لاخر الحصه باش تريد يا ولدي ما حبيتش تريد على روحي خويا منير قال لي نقعد معاكم لاخر الحصه هيا مالها هاني سكت اليوم توا تعرف شنو انت تعمل هك واحنا سايبوا لك كعيبه هيا هاني سكت نحل اخرتها بالنحل خويا منير نحكيو على العسل الزمني كيفاش كانوا يجمعوه لا كانت ماكينات ولا كانت حتى شيء قبل أي. كيفاش كانوا يعملوا قبل كان الميكرو سامحني قبل كان العسل مش البيوت كما كي بيوت لونغ ستروث هذا أمريكي يعملوا كان قبل فما الجبح جبه جبح جبح أي. جبح وفما كانوا مستطيل معناتها مستدير أي. والانكونفينيون بتاع الجبح هو أنه كيف يبدأ فما أمراض في وسط البيت ما تنجمش تشوف الأقراص الشمعية متاع العسل أنا المريضة باش دواها وكل شيء تنجم تكون خلية جبحية مريضة وتكون فيها عدوى لبقية الخلايا الخلايا وقت حتى العسل اللي يشريه السيد ما يشريش عسل به ولا عسل كونتاميني زاد أيوة دونك هذاك علاش هذه الخلية الجديدة بتاع لونغستروث أمريكي هو اللي اخترع الخلية ذي متى مستطيلة وتنجم انت تطلع على الاقراص الاقراص العشره الاطر العشره نتاع نتاع الحل بيه. وكان قبل كيف نجبدوا نجبدوا القرص الشمعي من الجبح نعصروه باليد وهذه الطريقه تاخذ وقت تولد فما سنتريفيجوز هيتش باش يطلع اش باش يخرج دبوس تعسل وزيد فوق هذا كله الشمع هذا الشد هذا كيف تعصره
يفقد ما عادش النحلة تعاود تعمل شمع آخر. باش تعمل كيلو شمع يلزمها تستهلك 10 كيلو عسل. باش تعمل 10 شهد، الشهد ساكوت دي فوا لو بري دو ميال. مي لقديه كان صوب قبل العسل على هالدزة؟ كان رخيص مش كما توا غالي لما حالة، وكان متواجد وكان العسل متباع. رخيص رغم اللي ياخذ برشا وقت باش تخرجه معناها، رغم اللي طلب يد عاملة كبيرة. لا كان فما بيئة خير من توا، كان فما بيئة خير، توا فما تلوث وتوا ولات قطع الأشجار وباش نبنيو عمارات. توا تبدلت، قبل كان فما الخضرار فما الإزهرار فما وين الناس تحط. تقول أنت الهواء كان أنظف. اي يا كانت الخلاوات يعني ايه. الدنيا مسيبه كيما توا بالدنيا، كان المحل يرعى. تويكا طورت الامور، طورت باهي. اما الحقيقه اما اصح واما خير، عسل قبل ولا عسل تو؟ عسل قبل خير. علاش؟ خاطر توا ماكينات وشي ومحابر ودنيا، تولت عمليه اسرع لاستخراج العسل. اي بلا ما كانت قبل عمليه بطيئه، ولكن لاسورس شنية قبل؟ لاسورس هي النوارة اللي هي متربية في بيئة نظيفة ومعتدلة، وكان سيف نسيف وربيعنا ربيع وكان فما أمتار. حتى في الأمتار ما عدت حتى الماء ما عادش موجود. نمشي مثلا السدود في برشا أماكن مثلا عادش نسمي باش نحط البيوت الحل متاعي خاطر يزموا الماء. نلقى سدود، برشا سدود ما عادش. ما عادش الماء، هبط اللوتة ولا الشجرة. هذيك علاش من بعد باش نرجع نسألك كيفاش نعرف أنا العسل معناتها النحل اللي راعي من الزهره ولا اللي حاطين له السكر؟ خاطر هذيا ساعات السيد يحط نهد قلبه على دبوس العسل، ماك تعرف توصمها قداش خلط. عندك فكره ماك تبيع فيه وتعرف؟ 40 و50 دينار، 40 و50، وصل حتى ل60 وقت اللي ساعات يروح بدبيبزه يلقاها اشترها سكر. كيفاش نفرق هنا ما بين العسل اللي نحلته راعيه الورده والعسل اللي نحلته راعية السكر؟ هذية باش نشوفوه بعد ما نتفرجوا على السمن وكيفاش نستحفظوا على السمن. وهاكا انا قبيليك قلت لكم بين السمن والعسل شكون كيفنا اليوم. هي قالت السمن وين تبسم. باش نشوفوا وليد شنو رايه في اللي حكيه لنا ضيوفنا في الفيتير هذية، ومنها زاده كيف نشوفوا السمن شو نعملوا به وكيفاش نستحفظوا عليه وشكون توا الحره اللي طيب بالسمن، ونرجع بعد نكملوا حديثنا على العسل. سمن عندنا زوز انواع في السمن. عندنا سمن البقري اللي هو هذايا، سمن بقري هذايا يستعملوه العباد للتطيب وحلان حلو. وعندنا سمن الغنمي، الغنمي اللي هو نتاع معيس هذاك يستعملوه، هذاك ما عنديش منه انا تاو. اما شنو يستعملوه؟ يستعملوه للدواء اكثر، يا للجروح، للامراض الباطنيه، للمعده. وعندنا انواع برشا انواع نتاع عسل. نحكيو على سمن، نقعدوا في سمن، يقولوا يداويو به، يداوي بالحق معناها، يداوي به الاحريق، الجروح، يضمد الجروح معناها، فهمت، يلم الجروح. هذا سمن البقري ساعات يجوني كليونات يشموه قوي برشا يقولوا لي، فهمت، ويداوي بالكدا معناها، فهمت. شنو الجهات انهم الجهات الاكثر هما ينتجوه معناها؟ شمال نفزة الاكثريه، نفزة معروفه بسمن الغنمي وسمن البقري الاكثريه. الشمال ديما خاطر الارض نتاعهم كما قلنا نحن راوية أكثر، فهمت؟ برشا عائلات يعاونوا منه سمن. أي برشا يعاونوا منه خاطر دواء يستعملوا، فما شكون يحل به الحلو، فما شكون يطيب به. الأكثر هي يوميات معناها، من اليوميات. شنو الماكلة اللي تطيب معناتها ولا يفوحوا به؟ مقرونة، كسكسي، نعرفش، نواصل، برشا حاجات، برشا حاجات، طاجين، برشا حاجات. كيفاش يتم تخبيته معناتها؟ كيفاش يخبيوه؟ وين يحطوه؟ المستحسن ديما في البلة. اي مش بلاصة سخونة في فريجيدير؟ لا ما يخوفش السمن، خاطر قد ما يقدم السمن قد ما يولي أقوى وأنفع، فهمت؟ قد ما يقدم قد ما يولي أقوى وأنفع. وين يخبيوه؟ بلاصة سخونة في فريجيدير، في مار؟ اي فريجيدير باهي، فريجيدير تحفظ، فهمت؟ اي هو ماذا بك ديما في البلار خاطر يحفظ اكثر البلار في البلاستيك. بيه شنو نصيحه تنجم تعطيهم المشاهدين يتفرجوا فينا توا السمن؟
السمن ماذا بكم كل يوم تستعملوا السمن في التطيب، حتى في كسكروت تعملوا كسكروت بزيت زيتونة بالسمن. هذاك أنا ديجا ما كنتش ناكله السمن معناها، فهمت؟ أما كيف بحكم خدمتي بشوية بشوية يعطيك الصحة. هاك عطاونا كيفاش نخبيو السمن وكيفاش نستحضو على السمن و... ويعرفون يحط روحه سيوالي يعرف ما نشنو تسرسب هكا سيدي خويا يا سيدي خويا وشي يصلح في الاوضاع مع خويا وليد. لميت الزبدة العربي يا سيدي خويا. كيفاش لميت الزبدة العربي وانت عاد كل يوم ناخذ هكا الحليب الغنمي والروب بعد ما الروب وانت القفي الحليب الغنمي انت عندي اموري بالطرق نتاعي به اي بعد ما الروب اي حطوا نمخدو تبخف الشكوى عندك التوى اي قلت لك جيب لنا خلينا نشوف وخلاص تشوف خلخير اي نحي الزبده اي هكا الزبده هذيك نملحها نحطها في صندوق اللوح 15 يوم 18 يوم وبعد عاد ننصب القزريه الحاس ونحطه يغلي ونبدا نحرك ونجل في الكشكوشه هذاك السمن اللي باش نعملوا بيه ان شاء الله بقلاوة العيد. ايجا نقول لك حاجه وليد اللي ما عندوش الشكوى شنو هو اللي ما عندوش الشكوى شنو يعمل في دبوزه حتى في بيدو في دبوزه دبوزه بدون اللي هو المهم يتخذ مليح قداش تخذ اكثر من ساعتين ونص وانت تخذ فيه ولا ما تخذ وترتاح خذ وترتاح وتعاود اي الزبده تتجلى من الحليب به ومن بعد ترقدها تتملح ونرقدوها في صندوق اللوح ترشوا حاجه في صندوق اللوح هي ديجا تلقاها ما عادش حليب تلقاها تلمت القم يعطيك الصحه اي خليوها ترقد هكا 15 يوم 20 يوم اي وبعد نطيبوها وخليوها تبرد هذاك السمن نتاعك بيجي حر اي طلع بيجي حر بيجي السمن بكري كانت نانا تخليه بالعامين وبالثلاثه وتقول راهو دواء هذاك نقول واحنا في شيء اسمعني اخي الملح يتنحى من السمن بعد مش ناخذ سمن مالح لا لا يتنحى كيفاش نحيه يغلي اه كي يغلي الكشكوشه نتاعو تقر من الفوق وانت تبدا تتجلي ايوه قالت لك روضه لازم ما تعرفش وين تحط الميكرو بالكدا ولا الحرتول وين اوراك يا روضه ولا لازم ما تعرفش تخرج الملح من السمن باهي بالنخاله يخرجوا الملح من السمن قالت لك بالنخاله اي نعم هذا في شيرة تونس اي في شيرتكم كيفاه في شيرتنا لا ما عندناش احنا على خاطر كي نملحوا نذوقوا الزبده أي. مش ما تبداش مالحه برشا اي باش بعد كي يولي سمن اي ما يبقاش فيه الملح ايوه ايوه اما كي تعملوا بالنخاله يولي مفرفش فهمتني وهكا القديم هذاك اللي حكيت عليه يا سيدي خويا هذاك في شيرة باجا وقولوا له السمن المشقف أيوة. المشقف هذايا يداويو بيه اللي تحرق اللي يحكي عليه خويا فؤاد اللي يقعد بالعامين وبالثلاثه يرقدوه يقولوا احنا حرقه جراف يعني حرقه قويه اي يخلطوا ببوش البحر الببوش تاع البحر يهرسوا ويغربلوا اي ويخلطوا بك السمن القديم هذاك ويدهن البلاصه نتاع 15 يوم تتنحى السيكاتريز جمله الله 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 اي طبيب ويداوي مانا برشا دويات للسمن منها حتى واحد كي يستبرد احلى في باجا واحد كي يستبرد يعمل قهيوه كحله اي الصباح عريق أي. وفيها مغرفه سمن تمسح له صدره يا ميمتي وتنحي له كل شيء يا ميمتي يا رحمك يا نانا الله يرحمها النهار الكل هو بجنبها يا ميمتي شفتك كيفاش طلع والله جاب لنا التيكزا نتاع السمن شوفك اسمعني ايش نقول لك حاجه بربي تويسه اللي تبعوا فينا تويكا على الباج فيسبوك للتلفزه الوطنيه التونسيه ويتبعوا فينا زاد على الباج نتاعنا لمتنا التونسيه وعلى القناه الوطنيه الاولى نحبكم ترجعوا لي على الباج نتاعنا الروسيت نتاع السمن اللي عطاها وليد كيفاش تحضروا السمن سنيمكم تغرمتوا بالملسوقه الناس الكل تعطي في روسيت الملسوقه ويعملوا في الملسوقه في الدار نحب من هنا لاخر رمضان تراه شكون فيكم يعمل لي سمن في الدار ويبعث لي على الباج فهمتها علاش هذا الكل تحب ترجع التوانسه للقديم أي. وترجعهم يعملوا الحاجه في الدار وما بن وما بنها مبنها. والله ما بنها حاجه الدار به اغزر لي يا خويا منير باش نرجع شهد ذكا هذاك الشهد تعرفش تعرفش شنو عاد المنافع نتاع الشهد ايوه هذاك المنافع نتاع الشهد للوجه للقشره اي يكبس الجلده اي
ينحي كل حاجة تطلع منها البثور وكل الحبوب وكذا. فجعتوه اليوم لهولي بيه بجهرفت. يداوي بس حاجات بالأخص كي خلطوه نرحيوه وخلطوه بشوية حلبة وشوية ماء ورد. اسمع الوجه يبدأ هكا خويا منير زيدوا ساعة ساعة ألكعوا. ليه هو في منفعته توا الفنا سم النحل يداوي بيه في برشا مرات بطبيعة. نقول لك لكعة النحلة ذيك أي اللي توا يتضرب بلسعة على نحلة أي دوي لكل شيء منها من الروماتيزم ملي خرج له نحلة خل تلسعه أي في منفعته أي شفت قد يخمم عليك ريت قد يخمم عليك تلسعني نحلة في منفعتي أقعد فيها يخمم عليك ريت خويا منير ماليش حياة رقيق توا قالت لي مش تجيك نحلة تقصك يحبوك الكلهم يحبوك لا ربي يفضلهم يحبوا على مصلحتك حياة وروضة والناس الكل أي يحبوا على مصلحتك يا ودي خالك تقرصك وتزيد تخلصوا ها تقرصك النحلة وتزيد تخلصوا دواء بلا يا سيدي تنحطك هنا غادي خويا منير العسل الحر كيفاش نعرفه من العسل اللي مش حر اختل الماكينه انا اللي جبته لي تو نشوفه من بعد اختل الماكينه فما طرق تقليديه بتاع باش تعرفوا بها العسل الحر كيما قبل كانوا يشدوا العسل ويشوفوه بالمغرفه اي واذا كان خط مسترسل راهو حر واذا كان تقطع مش حر يعطيك صحة هذه الناس عملوها وقالوها والله أعلم من صحتها ما تحملش مسؤوليتها وحاجة أخرى قال لك تحط صحن أي ومعها عسل أي وتحط معها الماء وتخلط تخلط 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 وتخلي يركح كيف يركح يولي في فورمة متاع كل بيوت السداسية الإكزاغون ريجولي بتاع النحلة ترجع الفورمة كيش هد الإكزاغون هذه بتاع النحلة الميكرو أي أي الاكزاغون هذه اي معناها تحط العسل تخلطه بالماء اي مليح 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 أي. تخليه يرقد فك الصحين نتاعو ايوا تجيب بعد ما مديده تلقاه في شكلك كي بيوت النحل معناها البيوت سداسية اي سداسية اي سداسية اي وهذيك هي المعجزه نتاع النحل اللي يعمل بيوت سداسية الاضلاع كلها متقايسه والكلهم كيف كيف باش عمل المهندس حتى النار راهو كيفاش النار حتى النار يعني تاخذ عرف لقيت اي تغطسوا في العسل اي وتشعل اذا شعل تمسحوا عاد قبل اللي نعرفها انا اي تمسح تخرجوا من العسل تمسحوا يعطيك الصحة وتشعل به انت تشعلوا كان شعل اي هاكا حر اي كان ما شعلش راولي راولي وهذيك هذيك ماكينه هذه اله اسمها ريفراكتومتر اي ريفراكتومتر اي تحط قطره العسل هنا اي وتسكر عليها اي وتشوف بالمكبره اي ما يلزمش تفوت 17 هاكا هنا 16 العسل نتاعي فيه 16 تنجم تشوف ايوه ابي هو قال تنجم تشوف وهو قام يجري هذا اليوم يدور بالحل بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يتسيبك الصندوق علينا في الدار يا سيدي خويا لا ليه يا خويا حتى وين الازرق هذاك اي اي قديش 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 تعمل ماكينه ذي هذيك 300,000 الله 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 رجع حيله رجع حيله قديش 300,000 هاكا قديش وليد فيها قريب 16 16 وهي زي ما تقول ما تفوتش 17 تسبب به اي يا سيدي نورتنا نور بوجودك كان قعد لنا وقت نرجع نحكيه على انواع العسل لكنش ترجع بحذينا مره اخرى وناخذوا معاك انواع العسل انا اكثر حاجه فرحت لها اليوم اللي انا فهمت كيفاش نجم نطلع العسل الحر من العسل اللي مش حر بس حن الماء اسمع مخي بقول واحد وقت اللي كنتهم هما كل 40 ولا 50 دينار وبعد يلقى روحه في عسل كيكه برا ولا راعي سكر ولا ولذي اليوم والله حتى 300 دينار كي اللي وكل في العسل لا اللي وكل في العسل يا خويا مره واحده يشريها حلال ب 300 دينار مره واحده يشريها ويقعد حياته الكل ليه وللي باش تشد ولا باري ذي تشد هي قد تشد مدى الحياة مدى الحياة يبالها 300 دينار والله يتشاركوا فيها حتى عائلة مثلا ما بعضهم اللي يجيب يشري يهزها يمشي يشوف بها العسل بتاعه حر ولا ما هوش حر ما كانش حتى الطرق التقليدية مش خايبة طبيعة لا لا الطرق بتاعنا القديمة باقي مش خايبة هو يحكي على العسل الماكينة وكذا يجب يكون حر 100% فهمت اي سيدي ايش قولكم بدلوا الجو اي بر اي ايش قولكم موافقة سعب جواب موافقة خبزة سيدي خويا ريحة خبزة والله نشم في ريحة خبزة عربي واه منين ليك خلنا نسمعهم بعد قالولي
إليك مددت الكف في كل شدة ومنك رجوت اللطف في كل نائب وأنت ملاذي والأنام بمعزل وهل مستحيل في رجائك واجبي فحقق رجائي يا ربي فيك واكفني شمات عدو أو إساءة صاحبي لولا اللطف أنا حاط بيا ولا ذبت من نار اللي ويا لولا اللطف أنا حاط بيا ولا اللي شفاني ولا ذبت من حر الأذاني وجاني الشيخ الأسمر هو سقاني كاس العز العز والخمر النهي وإياكم إن شاء الله هنية الأسمر هو دبي
الله وحد عليكم، الله وحد عليكم فرقة عبد جواد محيسن. والله العظيم كل ما يجي وينورونا ويتحفونا ومحليها الدخلة، دخلتهم دخلة الفرح والله، يدخلوا على الدار ولا على البلاصة بالزهي والفرح. إن شاء الله دخلوا على المشاهدين متاعنا إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله ربي ينحي علينا الغمة آمين، ونتلموا الناس الكل ونخرجوا ونفرحوا ونعمقوا بعضنا وتزيد فرقتنا تكبر وتكبر أكثر من هكا إن شاء الله. هذيك هي مشكلته هو، هذيك هو التعليق البوس. هذيك هي مشكلته يا أخويا غريبة. سيمونير نورتنا برشا اليوم، ان شاء الله تكون بحذينا مره اخرى في لمتنا التونسيه وتتلم معنا لمت هكا عسل لمه حلوه. واليوم معك انت خذينا الشهد وكيفاش نجموا نعرفوا العسل الحر اللي مش حر ومنافع الشهد زيدة، وان شاء الله مره اخرى نطلعوا بقيه انواع العسل ولشون تصلح ذا بقيه انواع العسل، وناس بكري كيفاش كانوا يخرجوا العسل الكلاتوس من عسل الزعتر من كيفاش كانوا يطلعوه قبل. هذا تنرجعوا له معاك مره اخرى سي منير بشير. حبينا اليوم تحية من القلب لعادل يوسف ربي يعطيه طول العمر إن شاء الله، اللي يسميه كروان الإذاعة هو، على خاطر كان عنده صوت ولتو صوته ما كيفه حتى حد. تربينا بصوته عادل يوسف، تربينا بصوته وكبرنا بصوته، وأنا أول ما دخلت للإذاعة معناتها لوشت على وينه عادل يوسف اللي يحكيه عليه، خاطر كان الناس كل لتو الأذان بصوته والدعاء اللي بصوته ورمضان ملؤوا قلوبنا بصوته. اللي بدي معه واللي التوى على موجات الإذاعة الوطنية معاه رمضان ملء قلوبنا، يعني الانديكاتيف التوى ما بدلناهش رغم اللي وليدت لي يخدم سلم عليه برشا، ورغم اللي معز الغربي موجودين في المباشر ورغم اللي الحصة ياسر مزيانة وحلوة معاهم، لكن وفاء من العادل يوسف قعد جيني الانديكاتيف جينيريك عند في التلفزة هو بيدو بصوت عادل يوسف. شكونوا عادل يوسف بعد شوية مع سيف الدين الكافي. عادل يوسف أو كروان الإذاعة الوطنية، صوت صاحب صائمين في فترة ما قبل الأفطار في رمضان من كل سنة، لقاء يومي من خلال برنامج تحية الغروب ثم رمضان من قلوبنا على موجات الإذاعة الوطنية، فسحة متنوعة كانت تصاحب ربات البيوت وتكتب أحلى الأنغام والأناشيد الدينية. عادل يوسف صوت قوي رخيم كان له حضور متوهج في وجدان المستمعين، محطات عديدة عاشها المستمعون مع كروان الإذاعة من مغامرات الحاج كلوف سلسلة شناب مرورا ببرق الليل، أسماء خالدة عدة لا زالت في الذاكرة التونسية. الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم سناب. شناب مسلسل من تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج أحسن الخلصي. عادل يوسف أو عادل عوض عبد اللطيف ينحدر من أب مصري وأم تونسية، ودخوله للإذاعة الوطنية كان بمحض الصدفة. رمضان ملء قلوبنا. إياك يا سندي مولاي
صوت من نجوم الإذاعة بقي لسنوات نجما من وراء الميكروفون، حباه الله صوتا جوهريا قويا عذب الترانيم، ووصفه المختصون بأن فيه دفء وطراوة جعلت السامعين يترابون لسماعه ويتفاعلون مع برامجه. أكثر من 50 سنة قضاها كروان الإذاعة وراء المصدح، فقد بدأت الرحلة سنة 1952 في قسم التمثيل وتواصلت إلى غاية سنة 2005. اقترن اسمه برفيقة دربه في العمل المذيعة مفيدة زهاق، وما لا يعرفه الكثيرون عادل يوسف تكلم طوال حياته المهنية وغنى لمرة واحدة، فقد اختاره المطرب الهادي جويني لأداء أغنية دينية سجلت في رواية الرحمة الكبرى بثت في المولد النبوي الشريف، وكانت هي الأغنية الأولى والأخيرة. بوركت يا رمضان بالصفو والخير، يا مثل الأقصان بالنور والزهر، سبحان من أجراك نهرا من الأيام، ملء الوجود سناء قبس من الإسلام. رجعنا معاكم، نستقبلك سيف الدين الكيفي، مرحبا بك. مرحبا ريم، مرحبا فؤاد، مرحبا وليد، مرحبا بك. بالله العظيم هو وحده كنز يمشي على ساقيه، خزنة تمشي على ساقيه، خزنة صحيح. قلت له سيف نحب نكرمه عادل يوسف، قال لي احسن ما عملت انا بيتي راني حبيت نبرمج. قلت له بيه ملي نخدموا على عادل يوسف حاجه على خاطر كبرنا على صوته صحيح. وهذا نفس الجينيريك تسمعوا توا في الاذاعه الوطنيه، رغم انه البرنامج تبدل معناها مرتين على الوان نتاعو، تحيه الغروب، رمضان من قلوبنا، معناها ورجعنا رمضان من قلوبنا نخدموا بها، لكن الناس استنست بتحيه الغروب عادل يوسف. اي وكجينيريك اللي بصوت عادل ميمي، جينيريك اللي الاغنيه بوركت يا رمضان بالخير والصفو شهر من الايمان. اي هذيك بصوت سبحان يا رمضان من انزل القران، اي هذيك بصوت يوسف التميمي. يوسف التميمي، يوسف التميمي به. فانت سالت على عادل يوسف خاطر علاقتك باش نوصفه بالضبط كيفاش تمت العمليه ده. ماني احنا خرجنا من الاستوديو، اتصلت السيدة سوليف اللي هي تسلم عليك، سلم عليها برشا سوليف. سوليف نحبك برشا ونسلم عليك برشا، وتمنيت راك معانا في اللمة التونسية. مرحبا بها سيدة سوليف. نحبها برشا سوليف. السيدة دلندا الخضراوي تطلبني تقول لي راو إينيس جارتي في نوتر دام بنت عادل يوسف. ما نعرفوش اللي بصدق معناها العلامات المضيئة هذه في تاريخ كسواء الأغنية التونسية ولا المنشطين وكذا، ما يعطيوش تفاصيل على حياتهم. راه هذه معروفة ريم، أي ما حتى حد ما يعرف توا ولا الشيء هكا. لا ما قبل قبل كانوا ما يعطيو حتى شيء على حياتهم. توا اللي يعطيو، توا اللي يعطيو، توا كل شيء، حتى كيشرب قهوة تصبح في قبيله يشرب قهوة معناها المنشط ولا الفنان ولا تلمو معناها كل شيء على كل شيء معناتها على اليوتيوب وعلى الانستغرام وكل امور هذيك. يعني اكتشفوا اللي عنده بنته اماني الكبيره ربي يفضلها اللي تخدم في القنصليه الهولنديه معناها، وهي كادر اولاده كل معناها اطارات. الثانيه اميمه تحفونه اللي كنت البارح معها وحكيتي برشا تفاصيل ومتعلقه ومعناها بها بشكل كبير، وهو عايش معاهم تو في نوتردام، ما عادش قبل كنا نعرفوه في نهج كولونيا. النهج اللي وراه اللي يدخلك الاذاعه على باب الحريه ويخرجك على نهج كولونيا من التالي، ما عادش ولا تو في نوتردام مع زوجته السيده ربيعه بن ابراهيم. نرجع لعادل يوسف اللي هو عادل، ثبت معايا، عوض عبد اللطيف علي درار. جده عوض كان برتبة عسكرية كبيرة في عهد الملك فاروق سول، مش دور بيفا سول سي احنا في تونس سول تمت يعني حضرة السول، حضرة السول يعني. هو مولود في الإسكندرية، لكن جده من نجعة بيت معناها في جمهورية مصر العربية المكان هذا. عادل يوسف عمره تقريبا 11 سنة يجي لتونس، يجي مع خواله وجده، خواله صالح ورشيد، يجي لتونس معناه عمره تقريبا 11 سنة. في الفترة هذيك اللي جي فيها لتونس لازمنا نذكر الأسباب اللي كانت وراء مجيئه لتونس. هو ولد من أمه، وأمه تونسية، أمه تونسية، هو ولد المناضل
المختار العياري عاد يوسف هو معناها جده المناضل المختار العياري اللي تم نفيه وتيتم صغير يعني معناها تيتم صغير ولدته جميله معناها توفيت ويقولوا قبل مرت البوك كانت تربي معناها وتكون صغير معناها حتى عدنان الشواشي معناها فقد ولدته صغير عاد يوسف فقد ولدته عمره معناها 9 أشهر نرجعوا لصغيراته اللي معناها اطارات معناها اماني قلت لك تختفي القنصليه الهولنديه انا نحب نرجع لعادل يوسف بيدو الدكتور امير انا نحب نرجع لعادل يوسف بيدو عادل يوسف المذيع اللي تعلمت عليها جيل اللي اعطى للاذاعه برشا اللي خلى بصمه في الاذاعه التونسيه هو معناها اكثر شيء اشهر حاجه تخدمهم عادل يوسف صوته كان بوابة العبور لكل البرامج الناجحة معناها الجينيريك الكل معناها لغتنا العربية أغنية وقصيد برنامج بطاقة تعريف اللي بدأ به يعني التاريخ يسأل ونحن نجيب إشراقة الصباح وما أدراك من إشراقة الصباح اللي أخوة الفجر البرنامج اللي ما تقصش بكل في الإذاعة الوطنية يعني البرامج شمس وظل عناوين جديدة كتاب على الأثير ديوان الصبابة مش ديوان الصبابة برشا يغلطوا في عنوان البرنامج هذا يعني البرامج الكل عاد يوسف كان نقعد زخارف عربيه نتاع شادي زكار كان بصوته هو المناهي اللي عقدناه لكن يظهر لي اكثر برنامج تشهر او ما نعرفش علاش قاعد ياسر في الاذهان هو اللي مع اللي في رمضان واللي نقولوا علاش الاسباب مع شق الفطر مع شق الفطر الاسباب انه البرنامج هذا يبدا قبل شق الفطر تقريبا بحوالي ساعه ونص بساعتين هكي. لكن فيه برشا اشياء الناس تحب تسمعها أول شيء أنه فيه المحاضرات متاع حبيب الخوجة مثلا متاع الطاهر بن عاشور متاع محمد الفاضل بن عاشور متاع المختار السلامي معناها فما تنويع فما محاضرات متاع طه حسين زيدا فما محاضرات متاع ميخائيل نعيمة تتعدى في رمضان في الإذاعة الوطنية ما تتلقاش في حتى مكان كانت تعدى الإذاعة الوطنية مقسمة مجزأة ثم تلقى فيها المسلسل الجديد مسلسل اللي هو ولد وقته اللي عملته البيبينير نتاع الاذاعه بصلاحه التمثيل باش يتعدى في الاذاعه الوطنيه تلقى الحلقه الاولانيه والثانيه والثالثه كل عند عادل يوسف ثم انه المدير ما يتدخلش في خدمه عادل يوسف في المساحه الزمنيه هذيك عنده كوندكتور نتاعو انا اتذكر هو في عيش قبل كان يكلم الناس كل ما عاد عادل يوسف ما نجمش يتدخلوا في الكوندكتور نتاعو ثم اليه العمل اللي كانت في الحصه هذيك تختلف واصعب من البرامج الكل علاش لانه فما مينيتاج فهم مربوطين بقرية توا الأمور توا التقنية ولات بالنمريك وتعمل برشا حاجات قبل ثم قالوا علي البراق يجب يكون موجود بنسبة 99.99% صوت علي البراق وابتهالات تونسية كسوا بصوت عمر خلفه ولا بعد جاي سلاح مسباح فالفترة اللي حقنا عليها أنا وياك ولا منير المهدي تحياتنا ليهم الكل الكل تحياتنا ليهم الكل لأن يعني واحدة من الناس عام برك راني مع عادل يوسف معناتها وناخذ عليه رمضان ملء قلوبنا هو يكمل يعني رمضان ملء قلوبنا وندخل بعده في ساحة شربتكم مش يسهل البرنامج مش يسهل معناتها العملية متاع تكوين الحصة هذيك بالجزء وتحافظ على النسق نتاعها عام كامل تلقى فيها الأغنية الفاكهة تلقى فيها الابتهال الجديد اللي تعمل في العام هذاك تلقى فيها الأغاني الجديدة الكل تلقى فيها المسلسل هذاك اللي حتى حد ما سمعه يجي من مصلحة الدراما العادل يوسف مباشرة وعادل يوسف في الصباح يزم يرجع للإذاعة باش يأمن عودة الشريط هذاك لمصلحة الوثائق السمعية ثم أن المسلسلات ما تحفظش في مصلحة الوثائق السمعية كانت تحفظ في مصلحة الدراما يعني كان يقوم بعمل شيخ كبير برشا وكول برشا أجيال على غرار نعيمة عبدالله معز الغربي كلهم تكونوا على صوته ثم أصوات خدمة البرة في العالم العربي البرة برشا أصوات تونسية كونها عادل يوسف يعني الفوكاليزاسيون على يده هو رغم انه هو انسان رائع جدا معناها خلوق مهنيا خلوق ومتميز اي معناها كان على الصعيد الانساني او على الصعيد المهني هو انسان رائع برشا جدا وانسان يمشي للشيء اللي حاجته به يمشي له مباشره يعني نذكر انه قرا عامين في كجيل تونس راه قرا عامين في 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 باردو ثم عاود رجع لمصر وجدته حبت انها تهزه انه يسافر للكويت لكن هو حب يرجع لتونس وعاش في تونس وحبته وحبوه التونس الكل شكون فينا معناها محسود عادل يوسف والحسد الجميل يعني انه الناس الكل تحب عادل يوسف صوت الكروان اللي صوته فيه نعومه خشنه وخشونه ناعمه ديما نقول صوت ما يقلقكش صوت حافظ على
نسق الأغنية التونسية، حافظ على الأغاني التونسية، حافظ على امتداد الموسيقى التونسية، وكان معناها هو الرجل الأول والأخير في تقديم حفلات علي الرياحي، الهادي جويني، حفل عبد الحليم حافظ في تونس مرة هو أخرى. هو قدمه حفل عبد الحليم حافظ، هو قدمه. عاد يوسف يجي يقول لك الأغنية متاع أم كلثوم غرب تصالح المقطع الفلاني تغنى في البصل معناها إنسان فنان معناها حافظهم بالدقيقة والثانية الأغاني. احنا نقولوا بانتا بلغتنا عمرو بيراج مغروم بعبد الوهاب وأم كلثوم بشكل رهيب ورهيب جدا يعني، ومغروم زاد بالأغنية التونسية وصديق الفنانين الكل وصديق الإذاعيين الكل، معناها الطيبة متاع عبد اليوسف لا توصف. مرة أخرى ريم نذكروا برشا إذاعيين وشو نذكروا، محمد السيد الله يرحمه وينعمه بن جدو، نهار 9 في الشهر ذي ماي هي باش تمر سنة على وفاة مكوك الأثير مكي كربول الله يرحمه وينعمه اللي مات في رمضان عم ناول، إن شاء الله تكون فرصة لتكريم المكي كربول اللي أعطاه الكثير. صوت المكي كربول رافق الأجيال الكل كل. في خطب الجمعة، في نقل صلاة الأعياد، في 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 كل المناسبات كان كان معناها معنا مسيرته الأخرانية، أنه الإدارة وقت أعطاته برنامج اللي هو حب يعمله اللي هو عنوانه مكوك الأثير الله يرحم مكي كربول الله يرحمه وينعمه وربي يطول في عمرك سي عادل يوسف. كنت تتفرج فينا نقعد نحبوك ونقعد نعزوك ورك على روسنا من فوق، ومش خص كان ترجع وتجي وتزورنا ونشوفوك مرة أخرى. ربي يعطيك صحة البدن، وإن شاء الله كنا جمنا باش نكونوا أحنا معاه نمشي ونطلوا عليه، هم موافقين ملا سيرة الأمور. شكرا لك سيف الدين الكيف، مرة أخرى صحة. شكرا لك أنت، شكرا أميمة بنت عادل يوسف، شكرا إيماني بنت عادل يوسف، شكرا معناتها اللي عطاوك المعلومات تحب تقول انت. سلم عليهم شكرا الدكتور امير ولدو، سلم عليهم الكل. باش نرجعوا خويا فؤاد، خاطر احنا اليوم حسب سمن وعسل ما تقبلش بلاش تمر. احنا دللنا برا يا سيدي نمشي نشوفوا التمر، وحتى هو زاد فيها اسرار، هو ذات مر محشي باللوز وذات مر جاي من كذا وانواع، فيه برشا انواع. وبعد نرجعوا باش نسمعوا الخرافه، خاطر وليد يحب الخرافه مع سيدي الشيخ. فما 120 نوع برشا أنواع في تونس، يستعملوا الدقلة والعليك. دقلة مثلا رمضان يفطروا منها، العليك يأخذ يعملوا بيها كمقروض ومع شنور فيسة وفما كنتيجي نوع غاية شيء يجي. هذول الأنواع اللي يستعملهم في تونس أكثرية الدقلة في رمضان يفطروا لها. وعليش يكثر استعمال التمر في الشهر هذا؟ على خاطر الناس صايمة يفطر دقلة، من عادات العرب من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأكلوا دقلة، يفطر على الدقلة. حتى قدام الجوامع ما تلقى حاطين بلاطو الدقلة، يجي داخل الجامع ياكل كعب الدقلة ويدخل يصلي. صحيح. الرب. الرب هذا يعصي كيما يعصروا الزهر، كيما يعصروا عطرشيه، يتعصر يترحى يخرج يتقطر بشوي بشوي. باب الصغار بالمغرفة كي الدواء على الصباع على الخوايا باش ينحي هيك جير ولا واحد يتكيف ولا ينحي البلغم الكل جينيرال بالزهر. هو دواء وشفاء. دواء وشفاء، هي الدقلة بطبيعتها دواء. مرحبا بكم الناس كل معنا. سيدي الشيخ مرحبا بك. مرحبا بك منور يا سيدي. مرحبا، الله ينورك بارك الله فيك. حبيت نقول وليد اللي الناس راهم طلعوا تطلعوها تشنشين على الفيسبوك، اما اللي عجبني اللي زاد بعثوا لي رسيت نتاع السمن وقالوا لك راهي تقعد 15 حتى 20 يوم في صندوق اللوح. اي صحيح هكاك، وبعد تتحط في معون النحاس. صحيح
وتقعد تتحرك حتى لين تخرجك الكشكوشه. معناها محليكم ينسي تونس الحراير المجديين المرتوبين في كل زمان ما شاء الله عليكم. يا سيدي الشيخ صحه يا سيدي الشيخ. يعطيك الصحه بارك الله. احلاها جبه فستقي بارك الله فيك. اي ومن جابها فستقي هذيا يرحمك الفستقي والزنصفوري اي شنو الزنصفوري والحمصي والجوهري والقهوي والغبره والقهوي. اسمعني الزنصفوري شنو الزنصفوري؟ الزنصفوري شنو؟ هاك المذهب احمر مذهب. اي توا جاي سيدي الشيخ. سيدي الشيخ هاو جاي. نجمو نعملو خرافتنا؟ هاي نبداو سيدي الشيخ. هاي تفضل يا سيدي توكل على الله. قال لك يا سيدي يا ساده يا نادى يدلنا ويدلكم ربي للخير والشهاده. يحكيو على سلطان وما سلطان الا الله. السلطان هذايا ركز مع السلطان ما فهمتش انا. اي حكايتنا ديما عصلتي. السلطان هذايا ما رزقوش ربي بالظناء ما عندوش وليدات. هكا الوزير يشوف في سلطانه حاير ومهموم. ما تقوليش هذي متاع البارح. ليه اسمع للاخر. قلت لك لا اله الا الله نسيتني. هالسلطان هذايا يخزر له الوزير متاعه ماشي ويذبل. قال له يا سيدي شنو العمل توا؟ ما عندكش وريث لملكك؟ ما عندكش شكون بعدك يحمل اسمك؟ قال له ريت يا وزير وانا بنت عمي ما نحبش نكدرها وما نحبش نقهرها ونجيب لها ذره. قال له يا سيدي علاش ما تاخوش امراه اخرى في السر وحتى واحد ما يسمع كان انا وانت؟ ابدا بيه من هنا من هنا من هنا. اي يا سيدي وافقوا. هكا الوزير عنده كما قلوا اخته مرضاعه عندها بنتها. هيا مشي وشافوا البنيه عجبته حليلتها كذا كتب الصداق اللي لي ليل. وهكا السلطان يمشي لدارو لك الدار هذيك. هيا طلع عليها شهر صحيح حبلت هكا الطفلة جبت وليد. هكا السلطان سبحان الله. أو نرجعوا علمنا وخبرنا لهكا مرت السلطان ما قالك كان مش الذراير ما يولدوا مع بعضهم هذيك تولد والأخرى تولد. هذيك حبلت والأخرى سبحان الله حبلت. ربي رزاق. يعطيك الصحة. مرت السلطان كما يقولوها كرش على قلبها. وهكا الطفلة مسكينة كرش على قلبها ولدوا مع بعض كما يقولوا بيناتهم أشهير ولا شهرين. الحاصل هيا هكا الطفل هذاك ولدك المرأة اللي تكون من الوزير قليل عاش قرا أمه ربيته تربيت صالحين الصلو الثاني الثالث الرابع كبر تبارك الله. اول وليد الاخر كما نقولوا احنا اتربى في القصر غرفة الذهب في فمه ويتامر جيبوا لي هذيك وعملوا لي هذيك طفل البخل قاتلوا. اي تم هكا الوليد الاول 20 سنه. مشى السلطان شافه روح مهموم قال انا توا على شفيت الحفره وهذا دلول وهذا بعقله نعطي الملك لولدي الكبير. يا سيدي مشى جابهم عمل لهم سرايا بجنب السرايا متاعو تنشر الخبر السلطان عنده وليد اخر. ابدا معاه في المحكمه يحضر معاه في الحكم ويتعلم دار على الادارات والديوان الكل عرف المداخل والمخارج متاع الدولة. قدر ربي مات هكا السلطان ربي يرحمه ضربوا الزوز والفرد الله ينصر من صباح. هكا الوليد شد الملك. هكا طفل قعد ولد السلطان كي جاي يموت وصى ولده قال له رد بالك وخيك صغير وطايش خذ بخاطره وحذيه وما تعملش فيه. مشى هكا طفل بالوصايا نتاع ابوه لكن الطفل يكره اخوه من امه.
هذاك يحن عليه والآخر يكشبر، هذاك يحن عليه والآخر يقولوا لا ما عينيش. الحاصل النهار خرجوا يستعدوا، عم يستعدوا غزالة متعدية هك السلطان جاب جرتها والآخر جاب جرت خوه. هي هبتت في بير، تحت في البير الغزالة، وجاء الخو والآخر وقف في خزرلة، وجاء الخو وكا الثاني ودس خو في فك البير ذاك. يا خويا يا خو، قالوا لني خوك ولك خويا، مع الملك ما فماش أخوة. خلي فك البير وجاب طرف دم عملوا على القفطان، خاطر هو بك الجري والعرق نحى القفطان بتاعه. عملوا قال لهم راو سيدك للسلطان، الله ينصر من سمح طلع على الدرجة بتاع الملك. هيا سيدي يحكم بحكامه. لكن فما خادم شاف العملية، ما ينجمش يتكلم وهو خادم، يمشي لك البير يطلع عليه ويهز له في الماكلة يهبط له فيها وهو قاعد على حجرة ولا شافت الماء. قالوا برا قول لفلانة رباتني تعمل لي كما قولوا طاجين ملسوقة وتحط لي فيها حاجاكم سكر فار ولا اللي هو. حب نفارق الدنيا ذي، كرهتها، عايش في بير ما عندي علاش. والآخر دخل فك الدولة هتكها فصلها من بعضها. انهارك الخادم مشاله قال له قتلك برا قول لها، وكان خادم يمشي يقول خايف على سيد. مشال المرأة حطت له حاشاكم هكا الدواء، هز كما قولوا طاجين ملسوقة سخون يفور. هو متعديمي والآخر شاف، قالوا شنو هذاك؟ قالوا والله يا سيد. قالوا قلتك شنية؟ قالوا راني مش نهزها لسيدي في البيت. قالوا هات جاي. قالوا سيدك في البير حال نصف النهار وكالطاجين سخون وهو جيعان، حطوا فوق الطاولة بدا يقص والنبي سيدي عبيد طرفين جاء على اليدي توفى ربي يرحمه. مشاو يجري وهزوا له الكروسة والكسبات طلعوه لبسوه، الله ينصر من الصبح شد الملك بتاعه. وهذه عقبة الأخوة اللي ما يحنوش على بعضهم ولو حتى من نم مختلفة ولا من بو مختلف، ما يحنوش على بعضهم وما يواصلوش بعضهم. وحكايتنا كما يقولوها دخلت الغابة، والعام الجاي يجينا صابر إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. هو الحقيقة كل خرافات وديما نخرج بهم بحكاية بعبرة الحقيقة. احنا إيش نحكيه على سيلة الرحم، خاطر سيلة الرحم من الحاجات اللي في كل زمان لمحل لا يتحكي عليها وتقعد مهمة، أما خاصة في رمضان. علاش؟ خاطر فرصة شهر فضيل ودخلين على عيد وايمات فضيلة، معناها حتى السيد اللي نفسه عزيز عليه تريف شيخنا وقل لك ليه وما نطيحش من خشمي وما نمشيش أنا ومن يجي في الوسط سيدي رمضان ولا يجي في الوسط العيد كل واسطة كل واسطة ما بيناتهم، يولي يقول برا على خاطر سيدي رمضان، برا على خاطر عيد، بل على خاطر ليلة 27. هذه إن شاء الله نجي ونحكي عليه اليوم. أنت اخترت باش تحكي على الرزق، أو مش أي رزق، الرزق الحلال. هكا قلت لي أي علاش؟ لأنه رزق الحلال هو أساس متاع الحياة الكل. إذا كان الإنسان ما يكونش الرزق اللي عمله سواء كان دار أو أرض أو أي رزق كان، حتى الأكل اللي بيش يأكله هو اللي بيش يوكله لعائلته راهو ما عملنا حتى شيء. ورزق الحلال يثمر ولو كان شوية، ولو كانت لقمة صغيرة. والعكس بالعكس والعياذ بالله، الرزق اللي مش حلال اللي هو رزق حرام، سواء كان عن طريق رشوة، سواء كان عن طريق استغلال نفوذ، سواء عن طريق تحيل، سواء عن طريق أي نوع غشة في الميزان. وإحنا توا في شهر رمضان وشهر فيه برشة تجارة وفيه برشة معناها تجارة متاع أغذية، الرزق الحرام والعياذ بالله حتى وإن كان صغير راه العقبة متاعه كبيرة ووخيمة. ما يقول لك هما نس بكري يقول لك شوية حرام يهز فيه برشة حلال، هكا معناها شوية رزق حرام يس فيدو برشا حلال، معناها ساعات واحد حرم في حاجة صغيرة. معناها بالطبيعة علاش يقول لك حتى مثل آخر، معناها يقول لك المال الحرام والعياذ بالله
مال الناس كالناس، كالناس يكنس البركة. هكا ولا سيدي فؤاد، ويقول لك زاد مال الحرام والعياذ بالله يهز الشجرة والحجرة. يا لطيف. هز الدنيا الكل. حتى كان صغير شوية. حتى كان حكاية صغيرة. يعني أنت تقوم تحلل معناها وعرق على فليساتك بعد تقبل على روحك رشوة ولا قال شنو ولدي مريض ولا قال شنو أمي تعبة ولا قال شنو ظروف الحياة. ما نعملش كاكا ما نخلطش. ما نخلطش. لا. مش صحيح. ها ها هذا اللي كنت نقول لك عليه. يقول لك أنا معناتها هلا غالب ما نخلطش. لا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أغلبهم كانوا عاشوا فقراء. ومنهم أهل الصفة سيدي فؤاد. صحيح. أهل الصفة اللي عاشوا في ناحية من المسجد النبوي معناها مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه كانوا وسلم. من فقراء الصحابة. إيش بيهم؟ سرقوا، خطفوا، هزوا فلوس الناس، تحيلوا على الناس، كلاوا الرشوة؟ لا. لين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى وهم عايشين برزق الحلال. وفما كثير من الصحابة كانوا عايشين فقراء، مش فقراء تحت توا ما يقولوا خط الفقر، خط تحت الفقر. خط الفقر أي. مش تحت، غادي من تحت الفقر تحت أسفل السافلة. ورغم ذاك عاشوا أي. برزق الحلال ولين توفوا، جابوا ذرية صالحة، وجابوا ذرية صالحة، خلفوا جابوا ذرية صالحة. والذرية راهو وقت اللي تكبر ويتربى بمال مش حلال لطف والعياذ، ربي يحفظنا ويحفظ السادة المشاهدين، يطلع الولد عايق والعياذ بالله، يطلع الولد مش باهي، عاصي بوه وامه، ما يرحمش بوه وامه. حكمة ربي في أنه المال الحلال سبب في استجابة الدعاء كذلك. معناه يقول قايل ما يشفع لك حتى شيء مع ربي باش أنك لا. تحرم في مالك، ولا يقول لك الناس خاطرها وش يقول لك؟ يقول لك أنا ما أذيتش يا أخي، أنا ما أذيتوش، أنا هو قال لي نمد لك، قلت له ما يسالش، معناتها هو عنده متوفر، هو باش يستنفع من خدمة من الخدمات اللي أنا ما أنت باش نقوم فيهم، ويحلوا لرواحهم مثل هل إيش بيك أنا؟ يفتي إيش بيكم جيتوا لي أنا؟ ما يفتوى للجيعان هذيك يقولوا لها هكا ولا سيدي فتوى ربي أنت قلت الفتوى للجيعانة. اسمع أو احنا هنا جماعة الكل رانا جوعانين بديهم بذيك هذيك الذكر شو خلينا نمشيو الأسماء فمش ما هكا شوية الكريشة هكا شوية تطمين على مستقبلها بعد ساعتين. أسماء مرحبا بيك. يا كريم السلام عليكم. مرحبا يا أسماء ضيوفك يعيشك لبيس أنت. اسمع على هنا احنا في الاستوديو قلنا الفتوى للجيعانين وبعد كيكا وجيتنا انت قلنا برا يا سيدي نتمنوا على عشانا انا والجوع نتمنوا عليه الماكله بالضبط. ايش عندنا اليوم في شقة الفطر؟ اليوم عندنا بين الزمني وبين الصحي. يسمع سي وليدي بلا مستنسين به يكون مزيت برشا ويعمل حوسه في الدار ويحب لك مصباح وانت واقفه على الغاز اللي هو الكفتاجي. الكفتاجي باش نعملوه في الفور بأقل أيوة. زيوت وبأقل تعب وبش يكون خفيف وما يقلقش المعدة سيخطو في رمضان في الليل نعرفوا أي حاجة هكا تكون زايدة على اللزوم اتقلقنا. يا أسمى وليدي دلوح في راسه خاطر في الفور. لا يا شعلت ما جيتش عاونتني اليوم وليد ما لقيتش شكون يفرغ لي الفارينة. هاني باش نجيك هاني جاي. يتحلف يتوعد ريتو هاك علاش تعطلت أنا اليوم. عندنا الكفتيجي وعندنا خبزة محشية. الله 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 شبيبه برشا الله الله باللي موجود الكل نجمو نحطوه في وسطها ايه؟ وبطريقه سهله نعطيها للامهات الكل والبنات اللي في الديار يجربوها. تحبش نجي نعاونك انا ايش خاص تحبش اذا طلعوا جيني اجري اجيني اجري بي. وعنا في الحلو مدموجه انا مدموجه احسن قد ايه عندي بربي يا وليد قد ايه عندي من بدايه رمضان وانا اقول لك مدموجه يا وليد راني شهيتها انا اليوم عملت لك رشته الحلوه اي باين حتى رشته بنينه اي رشته الحلوه بنينه برشا معناتها تخوا بلا منهم زوز راهم زمنيين معناها بالضبط. الكفتيجي قبل كانوا يعملوه حتى طاجين كفتيجي قبل اي عملت انا اليوم روحت بين الزمني وحويجه هكا للصغيرات نعرفوا اللي معنا في الطاوله ماذا بيهم ياكلوا حاجه شايحه ولا حتى الكبار الكبار يفدوا من البريك بريك 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 واللي يلوجوا على الحاجات الشايحه اقل الزيوت اي مع انا فيه برشا غشه وفي برشا خضره من غير ما نفيقوا بين الصغيرات ايوه ولا حتى الكبار ساعات زمهم مغشره باش نجموا ياكلوا انا واحده منهم ما ناكلش خضره يزمني نتغش باش ناكلها يا ليلى ان شاء الله الكوجينه بتاعك فيها البركه لضيوفك الكل هي طيبه ان شاء الله طيبة يا أسمى ونتقابل معاك الاربعاء نتاع العشيه في كوجينه أسمى على الوطنيه الاولى كل يوم
كل يوم في الزمان هذا تعطينا منو عزيز وغالي احنا علينا كان نتبعوه في الدار. انا الكفتيش تعرف اللي نحب وليد خاطر لفلف دا عائله مش كبيره لفلف عملت العظم وراه وابني أه؟ وابني وابني أي. وابني به شيخنا اختي باش نرجعوا معاك. هي قالت الغشه وانا عملت هكا قلت يمشيش يعلق علينا شيخنا زاد يقول لي احنا ذي الغشه الباهره. لا ذي غشه هذي محموده هذي هذي غشه مش وليداتنا ياكلوا حاجه فيها خضره وفيها اي عاد نرجعوا للرزق الحلال شيخنا. قلت انت ما فيهاش فتوى هذيا ما تقولش شبي فلان فلان يتحاسب على روحه وانت تحاسب على روحك ما تقولش انا جيعان ما عنديش معناتها الرزق لو ما يكونش حلال شو العاقبه نتاعو. انت قلت الصغيرات وكل بالطبيعه بالطبيعه والعاقبه نتاعو سبحان الله وخيمه يعني سواء على نفسه الانسان اي على صحته اي يقول لك معناها تلقاه في صغيراتك تلقاه في صحتك. شو معناها تلقاه في صغيراتك تلقاه في صحتك؟ معناها اي حاجه راك عملتها راك تلقاه تفرش وتتغطى اي حاجه عملتها راك باش تلقاه سواء في صحتك سواء في ولادك. توا احنا في شهر كما قلنا شهر يكثر فيه الاستهلاك نتاع الغلل نتاع الماكل جميع انواعها وكذا ساداتنا المشاهدين اللي يخدموا في التجاره وكذا نقول لهم حلل فليساتك ما تغش. الله يبارك لك يا شيخ كلمة والله في قفلة الصباط الله يبارك لك يا شيخ حل الفليساتك ما تغشش ما تكذبش ما تقولش والله مش ما تحطيش الفريز الباهي من قدام وتحط الفريز الاخر وتقول الله غالب انا شريت السلعة كيكة تتباع كيك والله بالحق والا توا ولا يا اخويا حطها لي كيك حطها لي خلطه هكاك وخليني انا نشريها خليني انا مقتنع بها بالضبط. زيد شويه في سومك مثال اذا كان حاجه تحب انت مثلا كما نقولوا نحن باش تبيع حويجه باهي زيد شويه في سومك مثال لكن ما تغشنيش ما تقوليش هذه سومها كذا كذا ومن بعد نروح نلقاها اشترها منه للغد بالضبط شنو باش يقول باش نختم معاك شيخنا. احنا حكينا على العاقبه لطف يا ربي والاجر تاع رزق الحلال قفله باهي يعطيك الصحه شوف شفت كيفاش شوف الرزق الحلال اول شيء كما ديما نعكسوا الصوره اذا كان العاقبه والعياذ بالله نتاع الرزق اللي هو مش حلال باش يكون عاقبه مش باهيه العاقبه نتاع الرزق الحلال باش تكون باهيه. الدعاء قال صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن معاذ يا سعد اطب مطعمك تستجب دعوتك. ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. كلوا من الطيبات مش كلوا البنين ولو الطازج مقصود كلوا من الطيبات يعني كلوا من الحلال لا مش البنة تسمع معناها كل من الطيبات يعني كل من الحاجة الحلال المحلة يكون فيها البركة ويكون فيها الصحة والعافية ويكون فيها الصحة لوليداتك والعافية لوليداتك ويكون دعاك مستجاب ويكون يعني بإذن الله كلها بركة. فما أدعية للرزق يقولوا. إيه. صحيحة؟ صحيح. صحيح. بالطبيعة. إيه. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء في كل شيء والكل شيء. إيه. خاطر خاطر فما ناس تقول لك شنو معناتها دعاء الشفاء، دعاء الرزق، دعاء، ما أنت أدعي باللي في قلبك وربي يعطيك وكهو. لا لا. لا لا في السنة لا عندنا. عندنا في السنة، عندنا في السنة برشا أدعية كل السنة بوبوها العلماء هذا الدعاء من أجل كما نقولوا نحن الرزق، هذا الدعاء من أجل الشفاء، هذا الدعاء من أجل الحفظ، هذا الدعاء من أجل الستر والعافية وهكذا. ثم شيخنا. ما خلى حد شيء ما يتكلمش عليها. ثم شيخنا يا أخي هو الرزق فلوسك هو. لا يعطيك الصحة، ما أحلاها كلمتك. الرزق راهو مش كان فلوس برك. احنا تو والله غالب اللوجو كان على الفلوس وكذا. الرزق راهو صح. يعني وليدات لباس مش رزق رزق مرأة صالحة مش رزق وراجل صالح مش رزق 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 طبعا هو لهنا رزق بالطبيعة لميمة والبو اللي يتفرجوا فينا راكم رزق كبير رزق. راكم رزق كبير راهو دعوة من عندكم انتوما تجلي الغمة بالحق معناها راهو وجودكم في حياتنا رزق كبير برشا معناتها ما نربطوش فما حاجات مزيانة في الدنيا برشا مش كل فلوس برك تجب تكون متوسط في مالك صحيح قد في مالك يعطيك الصح ولكن انت مرزاق صحيح ومرتاح ومتهني وقلبك مرتاح ومتهني وديما تضحك وتاكلها بالضحكه اي وديما تضحك وثم ناس اللي رزم راقد عليه يبات في الليل ما يرقدش تحير لطيف يبات في الليل ما يرقدش خايف من الفقر ربي لا يجعلنا منه سيدي الشيخ والله الحديث معك حلو برشا بارك الله فيك وكل يوم نتعلم منك حويجه واحنا اذا كان جينا اليوم على حكايه الرزق
على خاطر ترى كما قلت انت ناس متكالبة على الدنيا تجري 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 على الدنيا وفي الاخر بقول تنجم تجري 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 وتهز كان اللي كتب اللي كتب لك صحيح هكا ولا سيد النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم يا سيدي احنا اليوم دعاء نحبوه طويل شويه معاك ونحبوه دعاء للرزق الرزق بانواعه رزق لهنا والبركه والعائله المتهنيه والعائله الملمومه وصفاوه القلب وكل حاجه مزيانه سي عبد جواد محيسن تحيه كبيره ليك وللفرقه اللي معاك الكل قداش نورونا كل ما تجيونا وبارك الله فيكم اللي لبيتوا الدعوه بارك فيك ان شاء الله رمضان مبروك على عيشك عينا الكل ونشكرهم مجموعتي الحاضره واللي ان شاء الله عيشك كله. شكرا ليك خويا فؤاد شكرا جماعة سبحان الله باش نحكيوا عليه ان شاء الله باش نحكيوا المشاهدين يتبعوا قاعدين ان شاء الله باش نحكيوا عليه نمشي نمشيو ان شاء الله في حصص قادمه ونجيو خلينا تويكا نمشيو لأحلى حاجة وأبن حاجة اللي هي الدعاء سيدي شهية طيبة لكم نسكل اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ورازقها ومولاها اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين